بص اوقفك على هنا، دي بالنسبه لي اغرب حاجه شفتها من فيريرا من وقت قدومه لتدريب نادي الزمالك. بص كام لعيب في ال 18 كريم؟ 2 4 6 8 10 10 لاعبين في الحاله الدفاعيه لمجرد كورنر على نادي الزمالك. الزمالك ادى رساله لامبي، انا مش هعمل كاونترز، هعمل كاونترز وال10 لعيبه جوه ال 18 ولا لاعب. رقم واحد. رقم اتنين، ادى المساحه لامبي، قال له اطلع حط لي 7 و8 جوه ال 18. ما هو انا لما انا ابقى سايب 2 لعيبه او 3 لعيبه، الشكل الطبيعي بتاع اي فريق كبير بيدافع، حاطط 2 3 لعيبه قدام في الخط الامامي، الاثنين ثلاثه اقف معاهم 4 او 5، فيبقى انا قللت الضغط على نفسي في الكره الثابته. بص 10 لعيبه معاهم كام لعيب؟ 5. المنظر ده هيتكرر 4 مرات ومنهم كوره الهدف. حاجه كمان، يلا لعيبه الزمالك ماسكين بعض. تاني انا عمري شفتها في حياتي، لعيبه الزمالك ماسكين بعض. بص على الكره ثابته لسه ما اتحركتش اهو، 1 2 3 4 من الخمسه بتوع انبي مش ممسوكين، وفي 10 من الزمالك جوه ال 18. اللعيبه واقفه جنب بعض ماسكين. بص ادي الاولاني الثاني الثالث، 5 لعيبه على خط واحد اللي هم القريبين للمرمى من نادي الزمالك، محدش ماسك حد، وهتتكرر ثاني وثالث ورابع لحد ما يتسجل منها الهدف. خلاص كمل اللعبه على عدلتها. يلا صح اهو منتهى. في 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 مشكله في مشكله في الخط الخلفي. بص بص نص ملعب فاضي تماما، تعالى اضغطني تاني. طب يلا وقف هنا. دي من ضمن الحاجات اللي صلحها النهارده فيريرا مع الزمالك، انه هيلعب بثلاثه، بقى عنده جناحين، بقى عنده مصطفى شلبي ناحيه الشمال، بقى عنده احمد سيد زيزو في مكانه الطبيعي، فبقى قادر يعمل الخطوره وانه بيدخل مصطفى شلبي انسايد في اوقات كتير، ادى حريه لعمر جابر اللي بالمناسبه اداؤه النهارده كان مفاجاه بالنسبه لي جيد. في مركز الظهير الايسر النظر بالشكل ده صح. قدم اداء جيد جدا جدا، رغم انه قبل المباراه انا كنت متعجب جدا ازاي في اتنين في مركز الباك ليفت موجودين مع البنش وبيلعب عمر جابر. عمر جابر افضل لعيب في الزمالك كاستمراريه مستوى على مدار 90 دقيقه. كمل خلاص، كمل بقى لحد ما خرج. ماشي على سؤال لحد ما خرج. احمد زيزو كره طبعا كانت قفلت عليه، يعني الزاويه قفلت عليه. كمل. بص التجميع، بص يا كريم، فرد الملعب، عدل الملعب بالنسبه للزمالك في الشوط الاول، عشان كده الزمالك في الشوط الاول قدم اداء مقبول جدا. قدم اداء كان افضل من امبي بكتير، رغم ضغط امبي العالي عليه في بعض الاحيان، لكن الزمالك كان قادر يروح راح باثنين وثلاثه، غير طبعا ركله الجزاء اللي بعده. عدي، مش محتاجين ضربه الجزاء، عدي.